خير يا عم محمد. النور يا فندم، ازاي معاك يا فندم؟ طمني الاول على صحه حضرتك. والله هو يا فندم الحمد لله الحمد لله، بنمشي في الاجراءات الاشعه وكده. قول لي حضرتك فين دلوقتي؟ انا في مستشفى دار الشفاء يا فندم. جيتها امتى؟ جيتها على طول بعد ما سياده الرئيس ما امر. قول لي حصل ايه مع سياده الرئيس؟ ممكن تحكي لي؟ احكي لك يا فندم طبعا. الله، انا سبحان الله، يعني انا فوجئت عربيه وقفت ففتح الباب ببص مين؟ الله، ده سياده الرئيس. ده سياده الرئيس. سياده الرئيس بيمشي. الله، ده سياده الرئيس بينزل على الارض زي الناس. نعم. الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل. فرحت فرحه يا احمد بيه. لحد دلوقتي مش عارف انام، والله مش عارف انام. يعني سيادتك مش عارف انام. نعم. دي فرحه ما كانتش على البال ولا على الخاطر. لا معلش، حضرتك بتقول لي انا فوجئت عربيه وقفت قدامي. الباب لما اتفتح كده اهو زي ما انت شايف في اللقطه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سياده الرئيس. وسياده الرئيس ده عندي. عندي ده، انا كنت انا بقالي 30 سنه يا فندم في المكان ده. بياع فاكهه. نعم. في شارع احمد فخري في مدينه نصر. نعم. قولي جميع مستويات مصر العاليه، البشوات كلهم كان عندي في العربيه دي. نعم. على يعني على سبيل المثال سياده النائب العام عم مجيد محمود سابقا. نعم. المستشار. خلينا في اللقاء، خلينا النهارده وبعدين. يا فندم. فسياده الرئيس بدا يتكلم مع حضرتك. انا فوجئت بقى. انا فوجئت. ده انا عاوز موز. الله، الموز عندك حلو؟ طب اتفضل. قال لي لا انا عاوز 4 كيلو. والله الله الله، ده انا في خيال يا فندم. انا في خيال. نعم. والله العظيم ده حلم يا فندم. لا، سياده الرئيس قال لحضرتك عايز موز. قال لي عاوز. طب لا، طال 4 كيلو حلوين. حاضر يا معالي الرئيس. ايه ال 4 كيلو حلوين؟ على طول طبعا. ده الله، ده اللهم صل على النبي يا فندم. ده سياده الرئيس الله يبارك له ويحميه. ويحميه زي ما حمى البلد، ربنا هيحميه وهيحمي مصر وهيعمرها كمان وكمان. نعم. فخدت الموز. وزنت 4 كيلو ولا؟ وزنت 4 يا فندم. 4 بالظبط. يا فندم. 4 كيلو كيلو 4 4. 4 كيلو. ايوه. ما زودتش حاجه ولا نقصت؟ لا لا، 4 كيلو 4 كيلو اصبوع. ربنا يخليك. بكام الكيلو يا عم محمد؟ الكيلو يا فندم ب 10 يا فندم. ب 10. يا فندم. تمام. ففرحه كبيره يا فندم، فرحه جاتني يا فندم. انا كمان عندي في مشكله في الاعصاب لما عرف سيادته. حضرتك اشتكيت للرئيس. في عندي مشكله في الرجل ما بقدرش ارفعها. الف سلامه. الله يحفظ معاليك يا رب ويبارك فيك. فبقى على طول بعت لسياده الوزيره، وزيره الصحه. ايوه. على طول بتكليف من سياده الرئيس، على طول عربيه اسعاف وبعتوني على المستشفى هنا. لا، حضرتك قلت ايه لسياده الرئيس لما شكيته مشكله صحيه؟ ما قلت له يا فندم، قلت له انا في عندي مشكله في الاعصاب. واخد بال سيادتك؟ أيوة. وسابقا رحت قبل كده للقصر العيني يعني، وعملت اشاعات وكده في فقرات عندي. وراح على طول لبى الطلب على طول سيادته يعني. لقيت ايه؟ كلموا مين اتصل بيك بعدها على طول؟ لا، على طول في وزاره الصحه يا فندم تبع كلموا حضرتك. على طول يا فندم. كويس. على طول ساعتها ودوني. نعم. مستشفى. نعم نعم. اسمها ايه المستشفى بتاعتنا؟ دار الشفاء يا فندم. دار الشفاء. دار الشفاء على طول يا فندم. ودلوقتي في اجراءات كتيره بتتعمل من امبارح لحد النهارده. عملت الاشعاعات اغلبتها كلها. ولسه يمكن بالليل اعمل اشعاعات. واخد بال معاليك. نعم. ولا الحمد لله الحمد لله. انا بقول لسياده الرئيس، شعب مصر كله بيحبك. نعم. شعب مصر كله بيحبك. نعم. لانك انت بتحمي البلد وبتعمر البلد. البلد انت بتتفرج يا فندم على البلد دلوقتي عامله ازاي. بتشوف، بتتابع يا محمد؟ بتتابع؟ يا فندم انا مواطن يا فندم. انا عندي في حدائق القبه. عندنا الشوارع متسفلته. ساكن في الحدائق؟ الدنيا جميله. ساكن في حدائق القبه. حبايبي كلهم في الحدائق طبعا. اتفضل. يا فندم. قول لي. واخد سيادتك. عندكم ايه في الحدائق بيتم؟ احنا عندنا في الحدائق عندنا الدنيا جميله، سفلاته وعندنا مواسير الصرف دلوقتي بقت جميله جدا. مفيش صرف يعني، مفيش ميه في الشوارع زي زمان. واخد بال حضرتك؟ لا، الدنيا تقدمت. احنا تقدمنا 40 سنه لقدام يا فندم. اتقدمنا 40 سنه لقدام. وانا كمان حتى بقول لسيادتك انا في المكان اللي انا فيه. انا يعني انا بحكم شفت ناس كتيره. هل سياده الرئيس جه لحضرتك قبل كده ولا دي اول مره يزور سيادتك الرئيس؟ نعم يا فندم. سياده الرئيس جه قبل كده لحضرتك ولا دي اول مره؟ لا يا فندم، لا 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 يا فندم، اول مره يا فندم. اول مره. يا فندم. نعم. اول مره يا فندم. اول مره. الناس. أيوة طبعا. قول للناس في الشارع، الناس في الشارع لما شافت رئيس الجمهوريه موجود في الشارع وواقف. الناس كلها راحت سلمت عليه. اهو زي ما انت، الناس كلها بتحب سياده الرئيس. نعم. هو رئيس ما
الرئيس يا فندم معلش برضو قلبه أسد، عارف كلمة القلب الأسد ده هو ده سيادة الرئيس. سيادة الرئيس بتاعنا قلبه أسد، ما بيخافش، بينزل الشارع وبيشوف مصر كلها، مش منطقة معينة، لا بينزل على جميع مستوى الجمهورية. نعم اللهم صل على النبي عليه، الله يبارك له. نعم والشعب كله في ظهره يا فندم. نعم ربنا يحمي مصر يا رب ويبارك فيه، وسيادة المحافظ برضه، وسيادة نائب المحافظ. لا يا عم معلش يا عم محمد، انا بشوف الفيديو معايا. بشوف الفيديو انه في حركه في الشارع، يعني عربيات ماشيه عادي. أيوة لا وشايف ناس جايين ناحيه الكشك بتاعك على اليمين كده. وانا كمان عندي الحديقه هناك، في ناس بتعمل رياضه، واحد وواحده هناك واقفين. صح يا فندم. لا انا لفت نظري حضرتك، لكن انا بتكلم على حركه، حتى الطريق مش واقف. لا مفيش طريق واقف يا فندم. لا 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 ده هو يعني الطريق فاضي، وفي نفس الوقت بص يا فندم، لا الناحيه الثانيه كمان العربيات العاديه معديه. ايوه يا فندم، والناس هناك اهي يعني. لا 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 سياده الرئيس، يا سياده الرئيس انا بقول لي معليك قلبه اسد. بينزل تتفاجئ انت فيه، تتفاجئ. يعني انا فوجئت، انا فوجئت. انا جات لي ذهول. انا بقول معليك، انا لحد دلوقتي عامل زي الفيلم يا معلم. الساعه كام يا عم محمد الكلام ده كان؟ يعني حوالي كده مثلا الساعه 1:30، واحده بعد صلاه الظهر على طول. بعد صلاه الظهر، بعد صلاه الجمعه. يا فندم. يا فندم جاي لحضرتك. والله والله الله يحفظ معاليه ويبارك فيه. سياده الرئيس قعد قد ايه الوقفه دي تقريبا؟ قد ايه؟ لا خد وقت يا فندم، بس انا ما يعني لو تسالني انا عاوز اقعد معاه ساعه، بس يعني الوقت الوقت مش متذكره قوي، بس انا في ذهول. يعني انت بتجيب اللقطه واخد بال سيادتك؟ وانا انا لحد دلوقتي والله في حلم. حضرتك يا بترفع ايديك كده و... بدعين وبدعين والله بدعين وفعلا. سياده الرئيس نعم. الله يبارك له ويحميه. سياده المحافظ بيعدي، وسياده النائب المحافظ ابراهيم بيه صابر بيعدي، كل الناس بتعدي يا جدعان، الناس كلها جميله. كلها جميله، وسياده النائب المحافظ كمان بالاخص كمان. يعني في مره شاف عربيه قال لي لا دي العربيه دي جميله، عربيه شباب الخارجيين. نعم. الله يبارك له. نعم. الله يبارك له. نعم. سياده اللي هو ابراهيم صابر. نعم. وسياده المحافظ وسياده الرئيس اللي هو القائد بتاعنا. نعم. ربنا يحميه، ربنا يحميه قلب الاسد. قول لي يا عم محمد سياده الرئيس بتقول لي قعد كام؟ 10 دقائق اكتر اقل؟ على يعني وزارة الحاجة في التقريب. لا في التقريب يا فندم ربع ساعة، لأن أنا خدت راحته، وهو كمان لما قعد يتكلم معايا سيادته وكده. يعني خدت حوالي تلت ساعة ربع ساعة يا فندم. خدت وقت يا فندم. قال لحضرتك هنعمل كل حاجة؟ قال لي يا فندم، قال لي يا فندم اللي أنت عاوزه كله هيتعمل يا محمد. قال لي كله اللي أنت عاوزه هيتعمل يا حبيبي. قال لي كل حاجة، بس دلوقتي احنا بنبدأ العلاج دلوقتي، وبعد كده نقوم بالسلامة وربنا ييسرها إن شاء الله ونشوف كده يعني. حسيت ممكن تقول لي الاحساس حضرتك بتتكلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ايوه يا فندم. ويعني الكلام اللي هو حضرتك بتتكلم بطبيعتك والرئيس بيتكلم بطبيعته، مش كده؟ وهو كمان ده هو جميل يعني. حتى بقول له طب كل اسبوع ده، قال لي لا اوزن الاول. يعني انت بتتكلم في ابن بلد، ابن بلد. يعني معلش انا بقولها بالمثل البلدي، ابن بلد. طب قول لي بصراحه شعبي. كنت خايف قلقان بتتكلم مع الرئيس؟ بصراحه قول لي كنت قلقان؟ لا 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 ما انا من فرحتي انا في فرحه جاتني. انا حتى هو بيقول لي لا ايه ده شويه، انا حتى حال الذهول. سياده الرئيس قدامي. نعم. يعني بقول لي معليك معلش يا فندم، انا قابلت شخصيات جامده في المكان اللي انا فيه. نعم. ده نعم. المكان اللي انا فيه ده لا بس اول مره تقابل رئيس جمهوريه. هو ده بقى اللي انت اللي عاوز اوصل له. انا قابلت وزراء. يعني مش عارف يعني بدون ذكر. نعم. اسماء. نعم. واخد بال معليك. اما يجي سياده الرئيس. ده انا كانوا زمان يقولوا الرئيس بتاع فرنسا بيمشي في الشارع، الناس بتقول يا راجل. لا ده رئيس مصر بيمشي في الشارع. ايه يا جدعان، ايه ده اللي احنا ده احنا في حلم، احنا في حلم يا سياده الرئيس. قد الواجب في المستشفى ولا لا؟ يا فندم قايمين معانا باحلى واجب والله العظيم تاني يعني. مش سايبيننا في حاجه، وبتعمل بكامل الاشياء بتاعتي، وربنا ان شاء الله يقدم في الخير ان شاء الله. علاج على نفقه الدوله مش كده؟ امر من سياده الرئيس. هايل. علاج على نفقه الدوله وتمام الحمد لله. تمام. كل حاجه ماشيه باجراءات تمام، وانا بقول لي معليك يعني انا بقالي 30 سنه في المكان اللي انا فيه. ربنا يديك صحه يا محمد. واخد بال معليك، انا شفت شخصيات ياما سبحان الله، يجيني سياده الرئيس دي اجمل حاجه في حياتي، وانا قلتها له، قلتها لمعاليه. انت منين يا عم محمد؟ انا من حدائق القبه يا فندم. لا منين يعني؟ الاساس الاساس هنا. يا فندم انت عايزه من هنا؟ يا سلام حبايبنا. ايوه كده. هو نقول منين اللي هو عبد الرحمن الابنودي قريب بالحج والحجه. والله العظيم. والله العظيم يبقى عيال عمام يعني. قرايب يعني. مش قرايب، لا قرايب. عم محمد نتشرف بيك والله. ربنا يحفظ معاك يا عم محمد.